السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نودية لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين السطور في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك لتسليط الأضواء أكثر على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم المحلية والعربية والعالمية. وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية، دعونا أول شيء أن نستقبل ونرحب بالصحفي بصحيفة الجريدة زميل جابر الشريفي. حياك الله جابر. حياك الله أخوي محمد، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. حياك الله جابر، وأكيد إحنا راح ننطلق مع أولى الأخبار المحلية وأبرز المانشيتات في صحافتنا المحلية. نستهل صفحتنا الأولى من جريدة الجريدة، كاظم يخطف النصر في كأس الأمير. أما الأنباء فقد جاء فيها العربي والجهراء يواجهان، التضامن والصليبخات اليوم. وفي السياسة، الأزرق الشاب يكتفي بالتعادل أمام العراق في كأس العرب. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به جريدة الجريدة. كاظم البرتغالي يخطف النصر العنابي في كأس الأمير. خطف فريق كاظم لكرة القدم الفوز على النصر بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد جابر الدولي في ثمن نهائي كأس الأمير. وحجز البرتغالي البطاقة الأولى في ربع نهائي البطولة بعد أن نجح في تحويل تأخري بهدف في بداية المباراة إلى فوز بهدفين. وفي لقاء آخر فاز نادي القادسية على الساحل بخمسة أهداف مقابل لا شيء. كاظم البرتغالي كشر عن أنيابه، وأنا هذا اللي نعرفه عن كاظم، أنه يعود في مثل هذه المراحل، في مثل هذه البطولات، في مثل هذه خلينا نقول المواجهات. يعني مع النصر صحيح كانت مباراة ساخنة، احنا نقول حلوة فيها خذوهات من الهجمات الخطرة، لكن كاظم قدر انه يفوز ويحول تأخره الى يعني من تأخر 1-2. شلون شفت هذه المباراة جابر، وهل فعلا استحق كاظم الفوز على النصر؟ اخوي محمد، يعني هو هذه مباراة كؤوس، يعني ما فيها هو فريق كبير او فريق صغير، بس بصراحه يعني اعتقد ان التكتيك اللي بدا فيه الكابتن احمد عبد الكريم مدرب فريق نادي النصر كان يعني مميز جدا، قدر ان يسكر المنطقه الخلفيه ويبدا التحضير من الخلف، وقدر انه يخطف المهاجم اندرسون هدف مبكر في الدقيقه السابعه، ولكن بعدها قدر ان فريق نادي كاظم نجم فريق نادي كاظم شبيب الخالدي يسجل هدف في الدقيقة 42 وأدرك التعادل. في الشوط الثاني سنحت فرصة يمكن الفريق نادي النصر ركلة جزاء وأهدرها أيضا المحترف البرازيلي هندرسون، وقدر المحترف العراقي في صدر. هل هذه هي كانت نقلة في المباراة أنه يضيع البلانتي ومن ثم كاظم؟ لا، هي مباراة كانت سجال بصراحة، يعني خصوصا في الشوط الثاني كان فيها سجال، ولكن يعني كأفضلية للأمانة أفضلية كانت فريق نادي النصر. الفوز فوز كاظم يمكن أنا أشوفه فوز غير مقنع، يعني مو هذا فريق نادي كاظم اللي إحنا نعرفه أو اللي بدأ الموسم. بس تتوقع يوصل مرحلة أبعد نادي كاظم بهذا المستوى حتى الآن؟ يعني أنت تعتمد على القرعة أخوي محمد، هذه مثل ما قلت لك في البداية، هذه مباريات يعني مباريات كؤوس ما تخضع لأي مقاييس. صحيح. وخصوصا أنها مباراة واحدة، يعني الفايز فيها ممكن انت تلعب وتسكر منطقه خلفيه توصل ركلات جزاء وتفوز، يعني حتى لو فريق صغير مع فريق كبير، ولكن يعني الاداء اللي قدمه فريق نادي كاظم غير مطمئن، يعني هو فوز ولكن غير مطمئن صراحه الجماهير ومحبي فريق نادي كاظم. اروح الى الاصفر، والقادسيه عمل عمايله بالساحل واكتسح الساحل بخمس اهداف. من يتوقع ان الساحل كان يوقف القادسيه في الدوري ويكون له هني يواقف لعظمه بالرقبة، لكن القادسية أبى أن يكون صيد سهل في كأس الأمير واكتسح خمسة الساحل، والأجمل بهدف سيف الحشان العائد والغائب
الحاضر أمس بكل قوة. شوف أخوي محمد، يعني هو ممكن، يعني كان ممكن أن الساحل بعد يقف ند لفريق نادي القادسية أمس، خصوصا أن الشوط الأول انتهى 0-0. يعني لعب فريق نادي الساحل بنفس السيستم وبنفس النظام، هو سكر المنطقة الخلفية واعتمد على الهجمة المرتدة، وقدر يخرج في الشوط الأول 0-0، يعني وصل للشيء اللي يبيه. هو صار بعده الشوط الثاني بعد ما قدر يسجل، بعد ما سجل القادسية الهدف انهار فريق نادي الساحل سبحة فل وتوالت عليه الأهداف من فريق نادي القادسية، قدم مستوى مميز صراحة، كان موسيقار صراحة أحمد ظفيري، يعني سجل هدف وصنع 3 أهداف. حلو، يعني بصراحة المستوى اللي قاعد يقدمه هالسنة أحمد ظفيري مستوى مميز جدا، يجب الإشادة فيه. صحيح. وأيضا أخوي محمد أيضا في نقطة مهمة جدا، وهو عودة مثل ما تفضلت سيف الحشان إلى التهديف وإلى التألق. وسيف الحشان يمكن عودته مو من مباراة أمس، كان عودته من مباراة كأس الاتحاد الأسيوي. صحيح. أمام فريق نادي الرفاع وتألق في المباراة، ونتمنى أن سيف الحشان يستمر بهذا المستوى. نتمنى سيف الحشان يعود إلى مستوى ويبتعد أو تبعد عن الإصابات إن شاء الله، وما نسمع أي إصابة مثل في هذا اللاعب الرائع الرائع لما نقول. ففعلا نتمنى إن شاء الله سيف يقدم شيء كثير لنادي القادسية، ومن ثم ينضم إن شاء الله إلى منتخبنا الوطني. مثل ما قال جابر، لازم توقف عند هذا اللاعب وتشيد في أحمد الظفيري. إن لم يكن هو الأفضل في هذا الموسم فهو من الأفضل من اللاعبين في هذا الموسم على حد سواء، لأن لاعب ثابت المستوى قاعد يقدم نفسه بصورة مميزة، سواء بالتسجيل سواء بالصناعة أو حتى بترتيب أوراق الفريق في خط الوسط، من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين، من العمق من الخلف، فشيء رائع قاعد يقدمه أحمد الظفيري. فوز أمس كاظمة طبعا على النصر، هل سيبقي على بونياك؟ شوف يعني أنت ما تقدر تقيل المدرب بعد الفوز. صح. يعني الفترة اللي طافت عليك. إيه طبعا، يعني الفترة اللي طافت كان في أصوات صراحة طالب بإقالة المدرب، خصوصا بعد خسارة فريق كاظمة من العربي في الدوري. صح. كانت خسارة ثقيلة على فريق نادي كاظمة، ممكن أعتقد 3-0. وبالتالي يعني إقالة المدرب كانت مستحقة بعد المباراة، ولكن اليوم هو أمس قدرنا، يعني هو قدم مستوى غير مقنع بصراحة، ولكن فاز. حلو. يعني النتيجة كانت إيجابية بالنسبة له، عطت أدفانتج حق المباراة، عطت أدفانتج. أيوة. فأعتقد يعني حتى يعني إدارة فريق نادي كاظمة من الإدارات اللي يعني صعب إقالة عند المدربين عندها، دائما من الإدارات الصبورة على المدربين بصراحة. ويعني في تراجع في مستوى فريق نادي كاظمة كمستوى خلال الفترة اللي طافت، يعني عما بدأ في الموسم، ولكن يعني أعتقد أن المدرب الأصوات اللي طالب في إقالة المدرب راح تنخفض، خصوصا بعد الفوز اللي حققه أمس، ونشوف القرعة وين فريق نادي كاظمة بيطيح، ونشوف يعني طبعا يبين بعد نتائج اليوم في كأس الأمير. نروح حق صحيفتنا الثانية، صحيفتنا الثانية وهي الأنباء، ونقرأ من خلالها. العربي والجهراء يواجهان التضامن والصليبخات اليوم. تتنافس 4 فرق مساء اليوم لعبور الدور التمهيد لكأس سمو الأمير إلى الدور ربع النهائي، حيث تقام مباراتان على ملعب محمد الحمد باستاد نادي القادسية. يلعب الأولى الصليبخات مع الجهراء، وفي الثانية تطلع العربي مساندة جماهير لتخطي التضامن من أجل المنافسة على اللقب. وتقام غدا السبت مباراتان على استاد صباح السالم، يلعب فيهما خيطان مع برقان، ثم السالمية والفاحيل. حياكم الله مرة أخرى فيما بين السطور. أول شيء وقبل ما أروح حق المباراتين، أنت مع نظام خروج مغلوب في بطولات الكؤوس؟ هذا النظام متبع أبو شاهين، يعني متبع شيء ورأي جابر الشريفي في نظام البطولة، هل أنت معه أو لا شيء آخر؟ لا، أنا مؤيد جدا لنظام خروج مغلوب، يعني أعتقد أنه فرصة كبيرة حتى الفرق الصغيرة أنها تبرز وتوصل
وتقدم مستويات. وكان عندنا يعني يمكن خلال السنوات الماضية كان عندنا كذا مثال، يعني يمكن أعتقد نادي الجهرة أيضا وصل نهائيات، نادي خيطان، نادي خيطان وصل نهائيات، نادي الساحل وصل نهائيات، النصر قدموا مستويات، كانت فرصة لبروز لاعبين مميزين من هذه الأندية في هذه البطولة. وفي حيل خذاها، عرفت علي، وفي حيل خذاها في الثمانينات. فبالتالي أعتقد أن يعني نظام خروج المغلوب هو النظام المميز، ومثل ما قلت لك في البداية وشاهين، هو هذا النظام المتبع في أغلبية الدول. يعني دائما بطولات الكوس هي خروج مغلوب، يعني بعض الدول ممكن تخليها ذهاب وياب. إيه يعني هذا هو، أنا الحين بيك بهالنقطة، هل تؤيد ذهاب وياب ولا لا خروج المغلوب؟ لا يعني خروج المغلوب يعني يكون أفضل بصراحة، يعني يعطي فرصة. أما ذهاب وياب يعني ممكن الفريق اللي يخسر ممكن يعوض، خصوصا الفريق اللي عنده الكبير اللي أيوة عنده أيوة نفس أطول، مثل خلينا نقول الكويت القادسية العربي كاظمة مثلا، ممكن نعم عنده دكة ممكن يعوض. أروح إلى المباريات العربي والتضامن، خلينا نسولف عنها. هل العربي بعد الانتعاش الكبير، بعد تحقيق الفوز المتتالية، عدم خسارة، يمكن اللي مباراة يعني عدة في آخر مباراة حضور جماهيري قام يحضر إلى المباراة المساندة، يمكن أيضا كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، من الجمهور الرياضي، من الإعلام، كلها صوب العربي. فهل راح يكون ضغط كبير على العربي ولا على التضامن خنقول بالجانب السلبي؟ لا هو منطقيا يعني عطفا على الأداء اللي تقدم خلال الفترة اللي طافت، فريق نادي العربي هو الأبرز وال يعني هو المرشح لخطف الفوز. حلو، يعني فريق بصراحة مستويات لافتة. أعتقد لو بدأ الموسم بما انتهى عليه خلال الفترة الماضية يمكن كان مستوى أو كان أعتقد ترتيبه في الدوري أفضل من الترتيب الحالي، كنا شفناه ينافس على لقب البطولة بصراحة. الاعتماد على عناصر الشابة، المحترفين المميزين بصراحة، يعني أعتقد هل التوليفة مناسبة قاعد يوصل لها؟ مناسبة ومرضية، يعني أغلبية الجماهير العرباوية صار في عندها نوع من الارتياح. أول تلاقي الجماهير العرباوية دائما يتشكون من المحترفين، من لا أنت اليوم اعتماد على عناصر الشابة، عناصر بارزة يعني مميزين، تصعيد هذه اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول. هذه العناصر أنا من وجهة نظري أنها راح تكون يعني لها نصيب أكبر من تسليط الضوء من الإعلام، من البروز خلال السنوات الماضية. صحيح. وراح يكون العربي هو المستفيد الأكبر، يعني مثلا محمد صافر، بندر السلامة، نعم، بصراحة لاعبين مميزين. صحيح. بالإضافة إلى فريق العربي هو يمكن من الفرق اللي استفادت من موضوع الخمس محترفين. حلو. النظام الخمس محترفين اللي ممكن مع العناصر الشابة يشكلون توليفة حلوة وتقدم مستوى، وأيضا في لاعبين خبرة مثل عبد الله الشمال ومحمد فريح قاعد يقومون بدور كبير مع الفريق، ما ننسى دورهم بأمانة. يعني أعتقد أن فريق نادي العربي هو الأبرز والمرشح لخطف الفوز في مباراة اليوم، إلا عاد أنه يعني مثل ما قلنا في البداية هو مباريات الكؤوس تختلف وما لها أي مقاييس، أنه كاظم عفوا تضامن يكون له كلمة ثانية ويقدم اليوم مستوى لافت ومدربة يعمل توليفة أو خطة مناسبة لإيقاف. هل التضامن إذا فاز على العربي تعتبر مفاجأة؟ طبعاً. في ظل الأداء الأخير، لأن في تراجع في مستوى فريق كاظم حتى في الدوري. التضامن. في تراجع في مستوى فريق التضامن حتى في الدوري، يعني كان لافت. حلو. هدر النقاط من قاعد مستوى قاعد يتراجع، وترتيبه في دوري اس تي سي قاعد يتراجع. جميل. وبالتالي اعتقد ان فريق نادي العربي هو المرشح الاكبر، لكن مثل ما قلت اذا فاز التضامن يعتبر مفاجاه. جميل. صليبيخات والجهره شلون تشوف؟ صليبيخات والجهره يمكن هم الفريقين يعرفون بعض، يعني التقوا قبل هذه المباراه 4 مرات. نعم. في المباراة الأولى تعادلوا، في المباراة الثانية فاز صليبيخات، في المباراة الثالثة هذا كله في دوري الدرجة الأولى. صحيح. في المباراة الثالثة فاز الجهرة، وأيضا في كأس سمو ولي العهد التقوا في الدور التمهيدي وفاز صليبيخات نتيجة 2-1. أعتقد أن الفريقين يعرفون بعض، وأيضا مدربين الفريقين يعرفون بعض ويعرفون مستويات بعض، واللاعبين أيضا يعرفون بعض. راح يكون مباراة أعتقد أنها تكون مباراة من أبرز المباريات. ما تشوف أن تكون الأفضلية للجهرة بعد ما نقول ريحوا في الدرجة الأولى وصلوا رسميا إلى دوري الممتاز بفارق مريح من النقاط، ومحمد المشعان بقيادته قاعد يشوف الفريق بشكل مغاير عن البقية؟ أبو شاهين، هو أفضلية للجهرة في أفضلية للجهرة، والدليل أنه يعني
الجهر الآن فارق عن صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى 10 نقاط. ضبط. عرفت علي؟ لا. في أفضلية للجهرة، ولكن أنت مثل ما قلنا إحنا في البداية مباريات هذه مباريات كؤوس. حلو. يعني الأفضلية للجهرة هذه كانت موجودة أيضا حتى في كأس ولي العهد وفاز سليبيخات. عرفت علي؟ نعم. وبالتالي يعني أعتقد أن المباراة اليوم يعني هي راح تكون الكفة متساوية بين الفريقين. جميل. في هذه البطولة بالتحديد كأس الأمير، هل راح تستمر المنافسة ما بين الكويت والقادسية ولا راح نشوف في بطل آخر مختلف؟ كل شيء جايز، يعني ممكن القرعة الكويت والقادسية يلتقون مع بعض. في قرعة، لأن أنت عارف بصراحة يعني أنا يمكن ودك تصير قبل النهائي؟ لا أنا شوف أنا أحب أشيد بخطوة الاتحاد هذا اللي هو عمل قرعة لكل دور. صح. هذه دائما موجودة في 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 أغلبية الاتحادات المتقدمة والدول المتقدمة، خصوصا في مباريات الكؤوس. إيه؟ ان كل دور له قرعه معينه. نعم. لان انت يعني اغلبيه المباريات في بعض البطولات يقول لك الفريق الفلاني مشواره سهل. نعم. الفريق الثاني مشواره صعب. لا، هذه قرعه، وقرعه دائما مرضيه للجميع. صحيح. ممكن القادسيه والكويت يلتقون مع بعض. حل. في دور الثمانيه ما يعني ما ندري احنا شنو. تصدق ما أدري، يعني بعد أمس نتيجة أمس أمانة بعد نتيجة أمس القادسية 5-0 كنت القادسية هو بطل. القادسية مرشح دائما. القادسية يعني لا ما أدري، ما أشوف أحد. لا صدق ما شفت أحد. شاهين شوف ما أدري أبو شاهين، يعني ما في شيء مضمون. أنا إحساسي بعد ما أول شيء ما في شيء مضمون، ثاني شيء القادسية دائما مرشح، ثالث شيء مثل ما قلنا في بداية البرنامج فريق القادسية هذا الموسم قاعد يقدم مستوى، خصوصا الفترة الماضية. صحيح. الفترة الأخيرة بعد انتقالات الشتوية. نعم. وصول انتقال عدي الصيف إضافة وعدي الدبار. نعم. هذه إضافة كبيرة. عودة سيف الحشان إلى التهديف وإلى مستوى المعهود، تألق أحمد الظفيري، هذه كل مستوى عوامل، كل العوامل. صحيح. هذه ساعدت وتعطيك انطباع أن الكل يرشح فريق نادي القادسية. جميل. الى وصول الى النهائي. نواصل اكيد صحفنا المحليه ونقرا اخر الصحف المحليه وهي السياسه بهذا العنوان: الازرق الشاب يكتفي بالتعادل امام العراق في كاس العرب. اكتفى منتخبنا الشاب بالتعادل مع نظيره العراقي في الجوله الثانيه للمجموعه الاولى ضمن بطوله كاس العرب تحت 20 عاما التي تستضيفها السعوديه، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لدوره الالعاب الخليجيه التي تستضيفها الكويت. وبهذه النتيجة حصد الأزرق الشاب أول نقطة في البطولة وبقي في المركز الأخير خلف العراق وبفارق الأهداف. جابر، بروح إلى المنتخب، منتخب الشاب، تعليقك على التعادل السلبي مع العراق. والله هو أعتقد ما كان في الإمكان أفضل مما كان، يعني أنا أشوف النقطة إيجابية بالنسبة لنا، لأن فريق نادي فريق منتخب العراقي فريق منتخب قوي، وقدر إنه يفوز حتى على منتخب تونس في البداية. وأعتقد إنه يعني الحصول على نقطة من أمام المنتخب العراقي نقطة إيجابية بالنسبة لنا، خصوصا إن منتخبنا ما قدم المستوى أصلا. السيطرة كانت أغلب الفترات المباراة السيطرة كانت للمنتخب العراقي. منتخبنا ما قدم مستوى المأمول. أعتقد أن المنتخب يحتاج إلى جهد كبير وإعداد كبير من الاتحاد لهذا المنتخب لتجهيز الاستحقاقات المقبلة. إن شاء الله يوفق الأزرق في هالبطولة وفي حتى الاستحقاقات القادمة مثل ما قال جابر. شكرا على تواجدك اليوم جابر الشريفي في ما بين الصحف. شاكر لك على الاستضافة وآسف على التقصير. على رأسي. إحنا متواصلين وياكم مشاهدينا الكرام فيما بين السطور مع أخبارنا العربية والعالمية، لكن بعد الفاصل. نبدأ من الرياضية السعودية في 2020، خسارة ضمك الأولى شبابية. وفي الراية القطرية العميد ينتزع نقطة من الفهود بعشرة لاعبين. وفي الدستور الأردنية الوحدات والرمثة من يحسم لقب الدور.
حياكم الله مرة أخرى في صحافتنا العربية فيما بين السطور. الرياضية السعودية بهذا العنوان جاءت: في 2020 خسارة ضمك الأولى شبابية. ألحق فريق الشباب الأول لكرة القدم بضمك خسارته الأولى في عام 2020 بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وبهذه النتيجة رفعنا نادي الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي ضمك على رصيده السابق البالغ ب 14 نقطة. ممتاز فريق ضمك، والله ممتاز. من بداية 2020 احنا في شهر 2 تقريبا وصلنا إلى النهاية من شهر 2 النص. حلو، أول خسارة لا شيء طيب قاعد يقدمه فريق ضمك. نروح إلى صحيفتنا الثانية وهي الراية القطرية. العميد ينتزع نقطة من الفهود بعشرة لاعبين. قلب فريق الأهلي خسارته الثلاثية أمام الغرافة في القسم الأول إلى تعادل بهدف لهدف وبعشرة لاعبين في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين مساء الأمس ضمن الجولة 15 لدوري نجوم كيو ام بي لكرة القدم. ليخرج من هذه المباراة بنقطة رفعت رصيده إلى 18 نقطة نقلته مؤقتا من المركز الثامن إلى المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الغرافة إلى 25 نقطة محتفظا بمركزه الرابع داخل حدود مربع الكبار. ثالث الصحف العربية وهي الدستور الأردنية. الوحدات والرمثة، من يحسم لقب الدرع؟ تتجه أنظار الجماهير الأردنية مساء اليوم الجمعة صوب استاد عمان الدولي، حيث المباراة النهائية التي تجمع الوحدات والرمثة في المباراة النهائية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم. هذا ويعد الوحدات الأكثر ظفرا بلقب البطولة إذ فاز بها 9 مرات، فيما ظفر الرمثة بالبطولة 5 مرات. يا زين الليلة في الأردن ويا زين ملعب عمان الدولي مكتسبي الأعلام الخاصة في الفريقين، مباراة من العيار الثقيل راح نتابعها. فالكل صراحة مدعو في هذا اليوم أن يتابع هذه الكرة الخاصة في الكرة الأردنية بهذه المباراة النهائية. نذهب إلى صحفنا العالمية بعد ما انتهينا من الصحف المحلية والعربية، لكن فاصل ونواصل. صحفتنا العالمية فيما بين السطور تبدأ مع كوريري ديلو سبورت. لوكاكو واريكسون يسطعان في سماء الانتر. وفي صحيفة ميرور، مارشال يسجل رقما مميز مع اليونايتد. وفي الموندو ديبورتيفو، رايت وايت حلم أصبح حقيقة. حياكم الله في أخبارنا العالمية الثقيلة من الصحافة العالمية. نبدأ مع كورير ديل سبورت، هذه الصحيفة التي تسلط الضوء على لوكاكو وأريكسون يسطعان في سماء الانتر. حقق فريق انتر ميلان فوزا مهما على مضيفه لودو جوريتس البلغاري بهدفين نظيفين في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي. وذكر شبكة أوبتا للإحصائيات أن أريكسون أحرز هدفه الأول بقميص الإنتر من المحاولة 7 له فقط مع الفريق، وأضافت أن لوكاكو تمكن من التسجيل في 6 مباريات على التوالي بالدوري الأوروبي، مبينا أن آخر لاعب تمكن من تحقيق رقم أفضل في المسابقة كان هو ألان شيرر عام 2005 بعدما سجل في 8 مباريات متتالية. الله يا لوكاكو، الله يا لوكاكو بتسجيلك هالأهداف ذكرتنا بالمهاجم الجميل صاحب الرقم 9، تذكره بنيوكاسل ولا تذكره أيام المنتخب، رفعت إيده الشهيرة بتسجيل أهداف
آلان شيرر. الله، الآن لوكاكو هو من يحطم آلان شيرر. نذهب إلى الصحيفة الأخرى والتي قالت صحيفة ذا جارديان: مارشال يسجل رقما مميزا مع اليونايتد. سجل أنتوني مارشال الفرنسي مهاجم مانشستر يونايتد هدف التعادل لفريقه أمام كلوب بروج البلجيكي في ذهاب الدور 32 من الدوري الأوروبي. وأشاد موقع أوبتال الإحصائيات بما يقدمه مارشال مع مان يونايتد هذا الموسم، حيث وصل الدولي الفرنسي إلى 14 هدفا في جميع المسابقات، مما جعله هداف الشياطين الحمر بالموسم الجاري. ويعد أفضل موسم لمارشال مع اليونايتد من حيث المعدل التهديفي هو في موسم 2016، حيث سجل اللاعب 17 هدفا بجميع المسابقات. بس لو تبتعد هالإصابات عن هذا اللاعب، الله أشوف معدل التهديف 25 مينيموم أقل شيء وانتهى صاعد. العموم نروح إلى الصحيفة الأخرى، صحيفة إكسبرس، التي قالت: برايث وايت حلمي أصبح حقيقة. أعرب الدنمارك برايث وايت الوافد الجديد إلى برشلونة عن بالغ سعادته بارتداء قميص النادي الكتالوني، وأعلن برشلونة التعاقد رسميا مع برايث وايت قادما من ليغا نيس بعد دفع قيمة الشرط الجزائي ب 18 مليون يورو، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإسباني على تعاقد البارسا مع بديلا للمصاب عثمان ديمبلي. قال برايث وايت الدنماركي: أنا متحمس للغاية، حلمي أصبح حقيقة، أي لاعب يريد أن يلعب في البارسا، وهدفي الفوز بالألقاب. كما أيضا هنأ برايث وايت نفسه باللعب بجوار ليونيل ميسي مؤكدا أنه الأفضل على الإطلاق. يعني أنت كافي أنك لابس تيشيرت برشلونة، وفوق هذا عندك ليونيل ميسي، وبتدرب بتاخذ الليغا واحتمال كبير الأبطال. هم قاعدين لك. على العموم وصلنا للختام يا برايث وايت مع برشلونة، والوعد قدام بإذن الله فيما بين السطور ومع الأخبار المتجددة دائما في هذا البرنامج ما بين السطور مع الأخبار المحلية والعربية والعالمية. وياكم أكون انتهيت. مع السلامة.